مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة، الصرح الأكاديمي الكبير، المدينة على الجبل، في الاحتفال على السنة الثالثة على التوالي بتسليم جائزة رائد الفن التشكيلي الفلسطيني الفنان إسماعيل شموط. واليوم نحتفل بنقل شعلة المقاومة المبدعة إلى جيل جديد بدعم أيضاً من بنك فلسطين. أهلاً بكل الحضور جميعاً مع حفظ الألقاب وتحديداً نجل الفنان الراحل يزيد شموط، شرفنا اليوم بحضورك مع ضيوفه من ألمانيا، وسيد زهير تميزي مدير مكتب وزارة الثقافة بيت لحم، أهلاً وسهلاً بك، مع الفنان حسن اللحام أمين سر المجلس الاستشاري الثقافي لمحافظة بيت لحم. مساء الخير للجميع، مساء الخير لمشاهدين عبر فضائية معا تلفزيون فلسطين والمستمعين عبر راديو بلدنا عبر البث المباشر، أهلا وسهلا بالجميع. كأول مؤسسة تعليم عالي فلسطينية متخصصة بالفنون بكل فروعها والرائدة في تعزيز الثقافة الفلسطينية، يسرنا أن نقدم لكم نبذة من فرع الموسيقى زي تحلاي أول البرنامج، لنبدأ حفلنا بوصلة موسيقية من طلبة كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة، يقودهم الأستاذ حسن الشيخ، ويكون معهم على القانون أيهم عايش، الرق مجد الشيخ، الجيتار إبراهيم عرموش، والصوت الجميل وعد العزة. نرحب بطلبة الموسيقى في كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة. Thank you.
بصوت صبية عذب وبطلبة كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة، كل بموهبته الخاصة تتم تنمية هذه المواهب والاستثمار بها في هذا الصرح. نشكرهم جزيل الشكر وبستاهلوا من نزاف الثانية بتخيل. بالحديث عن الموسيقى، لطالما كانت الموسيقى غذاءً للروح، هنا كما ذكرنا تنمى المواهب وتنمى الروح، روح إبداعية فلسطينية لا تموت، ونحن نؤمن بأن هذه الأرض يومياً تخرج مبدعاً جديداً. قبل يومين استقبلت بيت لحم وفرح الوطن وتلاشت الحدود بمحبوب عرب جديد ثاني فلسطيني، بس أكيد طلبتنا راح يكونوا على منابر دولية أكبر وأكبر إن شاء الله. بمناسبة قبل ما ننتقل للفقرة اللي بعدها، بمناسبة إنه إن شاء الله بكرة يصادف يوم المرأة العالمي، كل عام وجميع النساء بألف خير، صبايا وجميعكم ذخر للوطن. المرأة في فلسطين من أهم يعني أكثر من نصف المجتمع، خليني أكون شوي مالي لجانب النساء. المرأة دائما أو فلسطين تشبه دائما بالمرأة، واليوم كمان منشوف مواهب نسائية، سمعنا الصوت كمان اليوم، المصورات كلهم صبايا، شروق حمد، ضحى خميس، نور أبو غنية، ليلى الشطارة، ساجدة ديرية، دانا موسى، يعطيكم العافية صبايا بدراسة الأفلام الوثائقية والتصوير. اليوم إذن هي الدورة الثالثة لجائزة الفنان الراحل رائد الفن التشكيلي الفلسطيني إسماعيل شموط. نؤمن هنا بأن لا مساحة محددة للإبداع، وننقل ريشة الفن التشكيلي من جيل إلى جيل بهذه المناسبة. قبل أن نواصل احتفالنا، سنستمع إلى كلمات الراحل محمود درويش وهو يؤبن الفنان الفلسطيني إسماعيل شموط. هذا الفنان الذي حمل وطنه بداخله ومشى تاركاً اللد إلى الشتات، بقي يفرغ باللون أحلامه بالوطن، لوحات تتكلم بكل اللغات دون كلمات، تاركة إرثاً بصرياً يقرأ بكل اللغات. أفرغ القصة بريشة وإبداع حتى أفرغ الزمن الجسد من الروح، ولكن هذه الروح لم تغادر وطنها أبداً حتى اليوم. فأرواح مبدعي فلسطين لا تغادر فلسطينها، لهذا يولد على هذه الأرض كل يوم مبدع جديد. هنا يصمت الكلام في حضرة روح أهم شاعر عربي فلسطيني على الإطلاق محمود درويش، حين أبنا رائد الفن التشكيلي إسماعيل شموط: نحن الرؤوس وتصغي الروح فقط. تمام سيداتي سادتي، إذا كانت حياة الفنان المستمرة هي أعماله التي تجدد حياتها بمن أنا عنه، فنحن اليوم وغدا لا نودع إسماعيل شموط، بل نستقبله عائدا من معركتين منتصرا. الأولى صراع الفن مع الموت القادر على إتقان مهنته الأبدية والعاجز في الوقت ذاته عن تعريف الخلود الذي لا شأن له به، فالخلود هو صناعة الفنان، آثاره التي نحدق إليها منبهرين
بتحول المخلوق إلى خالق، والمعركة الثانية هي صراع الفن مع وحشية التاريخ الذي اقتلع بجرافته العملاقة شعبا من جغرافيته وألقى بفتى يافع إلى البرية محملا بسؤال ما زال يطاردنا: إلى أين؟ هل كان الفتى يعلم أن في وسع ريشته الطرية أن تعيد بناء ما انكسر من زمان ومكان؟ الموهبة تسبق وعي المهمة، ومن التجربة ولدت هذه الموهبة التي أدركت فيما بعد أن عليها أن تخوض حرب الذاكرة ضد النسيان. وانتصر الفنان على ما أعد له ولشعبه من مشروع خروج من التاريخ إلى التيه والنسيان. نحن هنا إذن للاحتفال بقدرة الروح الإبداعية على الاختراق وعلى تعميم الرجاء والعزاء لموتى لم يموتوا ولأحياء لم يضيقوا ذرعا بحياتهم. نحن هنا لتحية إسماعيل شموت، لا لأنه كان رائد الفن التشكيلي الفلسطيني كما درجنا على هذا القول السهل الذي لا معنى فنيا له، ولا لأنه أقام أول معرض للرسم الفلسطيني، ولا لأنه كان رئيس اتحاد التشكيليين العرب، فتلك أوسمة تليق بجنرال متقاعد لا بفنان أمضى أكثر من نصف قرن في البحث عن هوية فنية متداخلة مع هوية شعب حرم من التأمل الحر في ذاته الإنسانية خارج ما أعد له من مصائر. إسماعيل فينا سيرة ومسيرة، ذات ذابت في الموضوع وأقامت الموضوع في الذات، ومن فرط ما هو هو وليس هو في آن واحد خيل إلينا نحن المثبتين في زيت اللوحة أننا شظايا قصائد أعاد الفنان تشكيلها وتجميعها في إطار. لا يحتاج الفلسطيني كثيرا إلى صرامة نظرية ليتساءل عن علاقة الشخصي بالعام وعن تحديد مفهوم الالتزام، فهو يولد متورطا بالسليقة في كل سيرة شخصية سيرة عامة، وفي كل فرد جماعة. يكفي أن يتذكر إسماعيل طفولته في اللد ليرسم جمال الطبيعة، وهجرته ليرسم شقاء النكبة، وصباه بائعا متجولا للحلوى ليرسم الشجن، وتل الزعتر ليرسم المأساة والبطولة، وحصار بيروت ليرسم الصمود والغضب، وصبرا وشتيلة ليرسم الضمير الدولي طعاما للكلاب الضالة، والانتفاضة ليرسم الأمل، ويكفي أن يتذكر الغد ليرسم المرأة. في الذاكرة فردوس مفقود، وفي الواقع لا مكان للفرح الصغير إلا إذا مر علينا يوم واحد بلا مجزرة. عندها يرتاح اللون الأحمر من الصراخ ليتقدم أصفر الأقحوان بحياء إلى اللوحة. كأن إسماعيل لص نبيل يتربص بفرح قليل فيه من جمال السراب وعده بالعطش. أبهذا تطل من اسكتشاته الشفافة امرأة عارية كطيف سريع الاختفاء، لا خوفا من تمام بل خوفا من مشاهدين ظن إسماعيل أنهم لن يغفروا للفلسطيني المنمط اختلاس النظر إلى رخام أنثوي فاتن. هنا ينقض علينا السؤال: هل قدر للجماليات أن تبقى أسيرة تراجيديات؟ ليس هذا قلقي وحدي، بل قلق إسماعيل الذي رسم لنا صورنا المتحركة فرسمنا له صورته الثابتة. كم حاول أن يتمرد على نفسه وعلينا وأبقى تمرده سرا للقلق.
وحاول أن يغير ويتغير، فعدد أشكاله وألوانه وغيرها داخل الثابت المتوقع. لا هنا إلا هناك، لم يسعى إلى تحرير الذات من المبدعة من موضوعها، بل حاول أن يوسع ضفاف الموضوع لتتسع لما في الذوات الفردية من تعدد وتفرد وطبائع ونوازع ليست كلها وطنية بالضرورة، لكنه توجس من سوء فهم يضع حواجز التمييز بين الوطني والإنساني، ولا يرى مجالاً حيوياً للهوية الوطنية خارج الصدفة من فرط ما تتعرض له هذه الهوية من تهديد خارجها. هل حكم علينا بأن ننشغل إلى ما لا نهاية بتقديم البراهين على أننا نحن نحن، وعلى أننا كائنات بشرية لا أشباح، وعلى أن لنا بلاداً هي أرض لا بطاقة بريدية؟ ربما، ولكن في وسع الفن أن يستبدل البرهان بالبديهة، وأن يتساءل إلى متى يظل الوطن في حاجة إلى براهين جمالية، وإلى متى يظل الفن في حاجة إلى براهين وطنية. قال فنان فرنسي: إن البراهين تضجر الحقيقة. ومن سوء حظنا التاريخي أن هذا القول قد لا يخصنا. هل لنا أن نسأل إن كان إسماعيل شموط قد ضحى بإمكانياته الفنية الهائلة من أجل البرهان؟ كلا، الأصح هو أن نقول إنه كرس طاقاته الفنية وحياته كلها ليؤرخ للتراجيديا الفلسطينية المستمرة بلوحات تشهد على بطولات شعب حول اليومية إلى أسطوري بصموده أمام مشروع الموت السياسي وبشبقه إلى حياة لا تعرف ماهيتها إلا بالحرية، وتشهد على قوة الروح الإبداعية المنتصرة على الزائد بالخالد. فصار إسماعيل أيقونة فنية وطنية، صار الرسام هو اللوح. لا يأذن إسماعيل لأحد منا بأن ينساه، فهو المواظب على الصداقة مواظبته على العمل، يتفقدنا في كل مناسبة، ولا يرحم قلبه المفتوح كحديقة عامة من أعباء الحب. هو الصديق الدائم المبتسم المتواضع المحتشم مثل عشبة. كان صديقي إلى حد أنه لم يسألني لماذا لم أعلق لوحة له على أحد جدراني المتنقلة، وكنت صديقه إلى حد أنني لم أسأله لماذا لم أرى كتابا لي في بيته. وكان لصداقتنا مكان ولادة بعيد، صوفيا. هناك التقينا منذ حوالي 40 عاما وتآخينا كجناحي طائر، أنا القادم من أرض ذاكرته وهو القادم من مستقبل منفاي. وكلما التقينا تذكرنا صوفيا أنا بلغاريان منفيان. وفي بيروت مع شفيق الحوت وسائر الأحبة صرنا أسرة واحدة منكبة على قراءة أحوال الغيب والغد، سالمين من عدوى الوهم طارة، ومصابين بتداعياته طارة أخرى. وفي بيت إسماعيل نسمع أزيز الرصاص القادم من حماسة الجامعة العربية، ونواصل الاستماع إلى الموسيقى والشعر، وبين يصمت زوجا الكناري العاشقان تواصل أسماك الحوض الملونة سباحة النوم. أما سمسم السعدان الذي اكتفى من لغة البشر بالإشارات الخائفة فقد لجأ إلى روضة أطفال لتعليم الإشارات بعيدا عن لغة الرصاص. افترقنا دون أن أسأل إسماعيل لماذا لم يرسم سمسم والسمك وزوجي الكناري، ودون أن أقول له حافظ على الذاتي ولو قليلا من جشع الموضوع، ودون أن يقول لي حافظ على الموضوع من جروح الاستعارة. إسماعيل شموط يده هي التي ترى وقلبه هو الذي يرسم.
يقال بعد محمود درويش. يسرنا وجودك مرة جديدة الدكتور يزيد شموط، نجل الفنان الراحل إسماعيل شموط، ولنحكي قصة بسيطة عن قصتك بسيطة. نتكلم عن غنى جيناتك التي تحمل عراقة اللد مسقط رأس والدك وجمال عروس بحر يافا مسقط رأس والدتك. كم هي غنية هذه القصة، طفولة غير عادية قضاها مستمتعا متذوقا فنا أصيلا، تشبع منه جمالية اللون وعمق قصة جذوره الفلسطينية. كبر الوطن بداخله مجروحا بالشتات، تربى على كلمات والده الذي علمه أن مسلوب الحق يجب أن يتفوق في شتاته حتى على أبناء البلد الذي يلجأ إليه، على كل فلسطيني أن يلمع. والنتيجة الدكتور يزيد شموط الذي جمع كل هذا الغنى في قصته ليذهلنا في النهاية بمفارقة، مفارقة قلب معادلة الشتات بتجميع الشتات. فجمع أبناء الشتات الفلسطيني مترأساً الجالية الفلسطينية في هانوفر الألمانية حيث يعيش اليوم، ويزيد إصراراً على ألا يغادر الوطن قلب أي لاجئ، فهو يحث أبناء الجالية هناك على مساعدة من قلب هذا الزمن مفهوم وطنهم إلى لجوء. بعد الحصول على اعتراف رسمي بالجالية الفلسطينية يدفع الآن اللاجئين الفلسطينيين لأن يساعدوا من لجوا إلى ألمانيا ويمدوا يدهم لهم يد العون. فلتشرفنا دكتور يزيد على هذه المنصة. حضرات السيدات والسادة الكرام، يعني اسمحوا لي قبل تعليق بسيط، يعني بعد ما شفت كلمة المرحوم محمود درويش والحشد الموجود في عمان آنذاك وأنظر اليوم إليكم، فأظن كان القرار صحيح ليس فقط لنقل الجائزة إلى أرض الوطن فلسطين، بل أن يكون الحضور شاب أكثر شبابا. واسمحي لي السيدة الوالدة تمام، معلش عذرا منك أن يكون هون شباب شوي أكثر من ما كان في عمان موجود. السيد الدكتور متري الراهب، حضرات السيدات والسادة، الثقافة والفن هما أصل الحضارة، والحضارة هي جذرية وجود الشعوب، تتمثل بكلمة، بأغنية، بشعر، بلوحة فنية. شعبنا الفلسطيني أصيل بثقافته وحضاراته وفنه، لذا نشكر نحن عائلة إسماعيل شموط مؤسسة ديار وجميع المشرفين عليها، ونشكر بنك فلسطين لتبنيهم هذا العمل الوطني بامتياز من أجل الحفاظ على الرسالة التي أمننا عليها والدي الراحل فنان فلسطين إسماعيل شموط رحمه الله. في ذكرى ميلاده تمنح للمرة الثانية الثالثة مؤسسة ديار جائزة إسماعيل شموط، والملاحظ عبر السنوات الماضية هو تزايد عدد المشاركين في كل سنة، وأيضا التطور المذهل لجودة الأعمال المشاركة بالمنافسة. ولكن من أجمل ما نلقاه يحصل أن اسم إسماعيل شموط لما الشبن الفلسطيني ليشارك بالمسابقة فنانات وفنانين شباب من كل أنحاء فلسطين التاريخية، من الناصرة، حيفا، القدس، الرملة، بيت رام الله، بيت لحم، غزة وغيرها من المدن الفلسطينية، وحتى من الشتات، ليؤكد شباب فلسطين أننا شعب واحد وقضيتنا قضية واحدة، لا احتلال ولا جنسيات تستطيع أن تفرق بيننا.
نحن شعب يستحق الحياة. نفتخر بأننا ورغم كل التحديات نفرض على العالم بأسره وجودنا واحترام قدراتنا. ولعل الحدث المقبل وهو طموح طرح لوحة مسيرة الشعب لإسماعيل شموط في 18 مارس القادم في مزاد لشركة كريستيز العالمية للفن في دبي، وهي اللوحة التي تسرد مأساة شعبنا الفلسطيني وطموحاته وأحلامه، وذلك بمبلغ قد يفوق المليون دولار. يعكس هذا المستوى العالمي الذي وصل له الفن الفلسطيني الملتزم وطنيا. كان إسماعيل شموط يكرر دائما أنه لا يمكن له أن يتاجر عبر فنه بمأساة شعبه الفلسطيني، ونحن كعائلة ملتزمون بخط هذا، وليس من أجل المال بل طموحا منا أن يصل الفن الفلسطيني إلى هذه المرتبة العالمية، وهو شهادة للإبداع الثقافي الفلسطيني، ليكون هذه قدوة للفنانين الشباب أن النجاح الفني والالتزام الوطني ليس نقيدان بل هو التزام فني بأعلى القيم. من لا فن ولا ثقافة له لا وجود له. نحن الفلسطينيون أصحاب حق، أصحاب هذه الأرض الطيبة، نحن أصحاب الثقافة والفن والإبداع، فنحن الباقون وهم الراحلون. وشكرا لكم. الشكر الجزيل لك دكتور يزيد، دكتور يزيد إسماعيل شموط، على هذه الكلمة، ونثني على كلامك. لن يتاجر ولن نتاجر بهذا الفن، هو لتصدير هوية إبداعية فلسطينية تزداد يوما بعد يوم بهاء وجمالا. لم يستطع إسماعيل شموط أن يمارس حق العودة جسديا، ولكن كلنا فخر أننا في هذا الصرح نحقق حلمه بتخليده على أرض وطنه، وبإعطاء هذه الجائزة للسنة الثالثة على التوالي لشباب وجيل جديد، ونمرر ريشته إلى هذا الجيل الفلسطيني المبدع الجديد. ظل يرسم حتى رحل، وكان يحلم بالعودة، وكان يحلم بهذا الجيل من الشباب. شكرا لكلمتك. وفي هذا الصرح ليس هناك فقط موسيقى أو تصوير أو غناء، إنما أيضا رقص، وهو جزء من الثقافة الفلسطينية أيضا. فبوجوههم وبأفكارهم وبتحركاتهم بهمومهم يمثلون صرخات ضمير موجهة من صحوة شباب تشبثهم زيتوني عميق لوطن حرم من المسرح المحكي المصور الراقص. في يدهم سلاح التغيير، الأداء المسرحي المبني على قصص وحكاية مروية. نضالهم سلمي، هدفهم بناء مجتمع صحي، وقاعدتهم مسرح ودبكة شعبية. تطلعاتهم أهدافها مرئية هادفة إلى خدمة المجتمع، المجتمع الفلسطيني نحو مجتمع صحي وسليم. هذا بكلمات مدير مسرح ديار الراقص السيد رامي قدر. نحيي دائما لقيادة مسرح ديار الراقص، ونحيي المدرب اليوم شادي قسيس، يرافقه من الراقصين من مسرح ديار دينا مصلح، مروان قسيس، سلام إبراهيم، مراد عنتر، مشلين مريا، كريستي دعبوب. فلتستمتعوا بهذه اللوحة الفلسطينية الشبابية. علينا السيني سيني ورقص والباني، وانتي ما عندك خبر فعلتو عزت الدنيا. ويا سيني كبرنا سيني كبرنا سيني كبرنا سيني. علينا السيني سيني ورقص والباني، وانتي ما عندك خبر فعلتو
طير الأزرق فوق الموج عم يرسم شوارع، انت بقلبي حنين وسيف السفر والع. طير الأزرق فوق الموج عم يرسم شوارع، انت بقلبي حنين وسيف السفر والع. ببلادي صوت الأصابع عم يكتب نار ودهب، ببلادي صوت الأصابع عم يكتب نار ودهب. يا بلادي في سكني في سكني في سكني، كل ما صاري زي حزيح الغرابة بتتفتح. طريني جاي من الريح صوت الريح بيجرح، كل ما صاري زي حزيح الغرابة بتتفتح. والبحر بحر الحنين حنين قلوفة تسنين، والبحر بحر الحنين حنين قلوفة تسنين. يا ديني خلف الديني خلف الديني خلف الديني، قلت علينا السيني سيني ورقصوا والباني، انتي ما عندك خبر زعلتوا عالزب الديني. ويا سيني كبرنا سيني كبرنا سيني كبرنا سيني، يا سيني كبرنا سيني كبرنا سيني كبرنا سيني. راجعين مسرح ديار الراقص بلوحة فنية تانية إن شاء الله بخلال الاحتفال، بس دائما نحكي عن هوية ثقافية فلسطينية مبدعة وبتتجدد بدم الشباب الجديد. السيدة فاتن نصطاس متواسي، أولا منحب نشكرها على هذا الاحتفال، على الجائزة، على اليوم، على كل الجهود اللي قامت فيها، بس بتستحق زقفة كتير كبيرة منا قبل ما تطلع على المسرح. يعني لا أستطيع أن أوفيك حقك كما يقال، بس السيدة فاتن من الناس اللي شهدوا على أول عمل فني صنع في أصغر مكان ربما بدأت فيه كلية دار الكلمة الجامعية إلى اليوم الذي نأخذ فيه الاعتماد وراء الآخر، طبعا بفضل جهود وقيادة القسيس الدكتور متري الراهب. شكرا لك على تدريسك، على أمومتك، على حبك للطلاب، على فنك، على إبداعك، وعلى ما ستقولينه اليوم لنا. سيدة فاتن نصطاس متواسي. مساء الخير، أهلا وسهلا بالحضور الكريم، يسعدني وجودكم معنا اليوم لنحتفل بجائزة الفنان إسماعيل شموط للفن التشكيلي في دورتها الثالثة، وتكريم الفنانين الذين تأهلوا للمرحلة النهائية وهي المرحلة الثانية. فعلاً لقد اشتدت المنافسة في هذا العام، ويبدو أيضاً أن عنوان المسابقة وهو من أجل الحياة جذب العديد من الفنانين والهواة وطلبة الجامعات وحتى طلبة المدارس من كافة أنحاء فلسطين. كما تفضل الدكتور يزيد، فعلاً تقدم لنا أكثر من 63 طلب، تأهل منهم 57 طلب لأنهم كانوا وفق المعايير ومتطلبات المسابقة، وكانت الطلبات من أم الفحم، المغار، الناصرة، من نابلس، طوباس، رام الله، من القدس بكافة أنحائها، سور باهر، جبل المكبر، حزمة، العزارية، من الخليل وحلحول والفوار، من غزة، دير البلح ومخيم البريج، وأكيد من بيت لحم وجاراتها بيت صحور وبيت جالة وغيرها من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. فأعتقد أنه فعلاً من أجل الحياة هو عنوان كبير، وكان يسعى له الراحل الفنان إسماعيل شموط، وبعتقد هذا شجع الفنانين الشباب أكثر فأكثر أنهم كمان يبدعوا ويعكسوا رؤيتهم من أجل الحياة أفضل. بعد ما وصلتنا الطلبات، وطبعاً بعد فرز الطلبات
ولضمان الشفافية عملنا على حذف أسماء الفنانين المتقدمين، وتأكدنا حتى من عدم وجود أسماءهم موقعة على اللوحات وعلى صور اللوحات اللي بعتولنا إياها، وأرسلنا الملفات بالإيميل إلى لجنة التحكيم الأولى، وكانت مكونة من الفنان الدكتور عيسى ديبي المقيم حالياً في سويسرا، الفنان الدكتور جون حلقة المقيم في سان دييغو في الولايات المتحدة، الفنان الأستاذ العظيمة فيرا تماري في رام الله، الفنان الشاب محمد جولاني، والفنان الأستاذ سمر غطاس من بيت لحم. كل مقيم درس الملفات وأعطى بانفراد تقييمه باستقلالية تامة. اعتمد التقييم على الإبداع، أصالة الفكرة والإتقان في التنفيذ، وقدرة الفنان والفنانة على التعبير عن فكرته من خلال العمل الفني المقدم. وبعد جمع التقييمات الخمسة تمكننا من فرز الفنانين الذين تأهلوا للمرحلة النهائية، المرحلة الثانية، ووصل عددهم لأحد عشر فنانا وفنانة، وذلك لتكرار أحد منازل التقييم. فتم تعميم النتائج على كافة المتسابقين، وتم ترتيب معرض للمتسابقين الذين تأهلوا للمرحلة الثانية، وهنا سأسمي أسماءهم حسب الأحرف الأبجدية عشان ما حدا يفكر إنه الأول والثاني والثالث، لسه بدري. وصل معنا أيمن جميل رواجبة من قرية عسكر قضاء نابلس للمرحلة الثانية في هاي اللوحة اللي اسمها من أجل الحياة، واللي من خلالها طبعاً هو بيعكس العطاء اللي بيجي من الجيل الصغير. الفنانة أريج إدوارد لاون من الناصرة، اللي كمان بتحكي هاي اللوحة عنوانها بسام، بتحكي عن الأطفال اللي معهم متلازمة داون واللي بحق لهم كل الحق في الحياة والفرح والمحبة. الفنانة دينا محمد مطر من غزة، وهي لوحة على هذه الأرض ما يستحق الحياة. الفنانة سكينة فارس صلاح الدين من القدس، ولوحة تطويق الحياة اللي كمان تحكي عن الأطفال. عبد الإله محمود دراغمة من طوباس، سمية رياض الأقرع من غزة، حرية مرتقبة. طبعاً هاي اللوحة بإيحاء من الفنان الفرنسي ديلاكروا، ولكن بأسلوب فلسطيني. الفنان عبد الإله محمود دراغمة من طوباس بلوحة مية وملح، طبعاً واضح أنه بيحكي عن الأسرى الفلسطينيين ومقاومتهم وصمودهم. عصام محمد مخيمر من غزة، نستحق الحياة، واللي كمان من خلالها عم بيعبر عن الحياة والأمل والمستقبل بالأطفال، إن كان بالطفلة أو حتى الأطفال العصافير. الفنان علاء محمد البابا من البيرة، ولوحته المخيم، وبهاي اللوحة تميز طبعاً بنظرة، شبه بدنا نقول نظرة محلية للمخيم، لأنه يسكن مقابل المخيم. فؤاد صلاح اليماني من رام الله، أمل الكمنجات، بالرغم من الدمار والمنزل والحطام اللي وراها، إلا إنه عزفت الكمان تستمر بالعزف على الكمنجة. نور إبراهيم أبو ريان من حلحول، لوحة بعنوان من أجل الحياة، وأيضا لوحة بتتحدث عن نفسها، الأمومة والطفولة. ولا عاطف جبران من بيت اللحم، قضية نملة، شوي موضوع مختلف ولكن لكم أن تسرحوا في معانيه. طبعا اللوحات معروضة في صالة العرض خارج المسرح، بدي أدعوكم أنه تستمتعوا باللوحات، وأيضا الفنانين موجودين معنا، يعني أنا ما حبيت أطيل بالحديث عن اللوحات لأنه بتأمل أنه الجمهور يتفاعل مع الفنانين الشباب وتحكوا معهم مباشرة عن لوحاتهم، ولكن للأسف ولأن فلسطين ما زالت تحت الاحتلال، ثلاث فنانين من غزة لن يتمكنوا من الحضور والمشاركة معنا اليوم. بتوقع وبتأمل أنه بيكونوا بيحضرونا وبيشاهدونا عبر القنوات البث المباشر، فمنحييهم
ونشكر ربنا الحمد لله إنه أخيراً وصلوا لوحاتهم قبل موعد الاحتفال بأقل من ساعة، فلوحاتهم وصلت وموجودة معنا بالخارج، ولكن للأسف هم شخصياً ما وصلوا. بتأمل لوحات بتحكي عنهم. وعشان نستكمل المسابقة، طبعاً دعيت لجنة ثانية لتقييم الأعمال على أرض الواقع، وتكونت اللجنة الثانية من الفنان منذر جوابري والفنان جوني أندونيا، وتم إضافة تقييمهما إلى تقييم اللجنة الأولى، وبناء عليه فرزنا الفائز بالمرتبة الأولى والفائز بالمرتبة الثانية والفائز بالمرتبة الثالثة، اللي بدنا نعرف النتيجة بعد دقائق. ولأن أحد أهداف الجائزة هو دعم الفنانين الشباب معنوياً وأيضاً مادياً، عملنا على عرض اللوحات للبيع من خلال مزاد صامت. فإذا أحدكم حب أن يقتني أحد اللوحات، بدنا نطلب منه يكتب اسمه ورقم هاتفه والمبلغ اللي ممكن إنه من خلاله يشتري اللوحة على الورقة اللي موجود بالقرب من كل لوحة. أريد أيضاً أن أنوه إلى معرض السيرة والمسيرة الموجود في المبنى اللي إحنا موجودين فيه في دار الكلمة في الطابق الأول عند المدخل، وهي طبعاً صور، للأسف هي ليست الأعمال الأصلية، صور عن السيرة والمسيرة للفنان الراحل إسماعيل شموت والفنانة تمام الأكحل، ولكن بيعكسوا على الأقل صورة عن الأعمال. كما وأدعوكم لزيارة معرض نسقوا لنا إياه طلبة برنامج بكالوريوس الفنون المعاصرة في الاستوديو الخاص بهم بالطابق الثالث. وقبل أن أنهي، لا يسعني إلا أن أشكر لجنة التحكيم الأولى والثانية فرداً فرداً على جهودهم وأمانتهم وطول أناتهم، فتقييم 57 ملف ليس بالأمر السهل والسريع. كما وأشكر كل من تقدم وشارك بالمسابقة، وفعلاً كان هناك العديد من الأعمال المميزة والمبدعة. يا ريت لو كان بإمكاننا عرض كل الأعمال، ولكن هذه هي شروط المسابقة، أنه يكون في عنا مرحلتين وتصفية المتسابقين إلى 10 ومن ثم إلى 3. وهنئ كل من وصل إلى المرحلة الثانية، هنيئاً لكم. فوصولكم للمرحلة الثانية وعرض أعمالكم في رحاب دار الكلمة الجامعية هو نجاح وفوز تستحقونه. وأخيراً أشكر زملائي في دار الكلمة الجامعية ورئيسنا الدكتور القس متري الراهب على دعمه المتواصل لنا، فلولا تعاون الجميع لما شاهدنا هذا الاحتفال ولا استمتعنا بأعمال الفنانين الشباب. ولن أنسى التحية والشكر إلى الغالية الحبيبة الفنانة القديرة ملهمتنا تمام الأكحل، أعتقد أنها هي أيضا تشاهدنا عبر البث الحي والمباشر، لأنها هي أيضا وللأسف لم تحظى بالتصريح اللازم إلى الدخول لفلسطين. أطال الله في عمرك وليمنحك الصحة لتكملي السيرة والمسيرة الفنية وتشهدي على ولادة جيل بعد جيل من الفنانين والفنانات الشباب، وشكرا لكم. شكرا للسيدة فاتن نستاس متواسي على هذه الكلمة، على شرح اللوحات وعلى جميع الجهود المبذولة في هذه الجائزة للسنة الثالثة على التوالي. أخيرا وليس آخرا بالطبع، اليوم الراعي الحصري بنك الوطني الأول بنك فلسطين منذ تأسيسه تخطى جميع توقعاتنا، فلم تقتصر خدماته على خدمات مصرفية فقط أو مالية، بل ساهم مساهمة كبيرة في تطوير الحياة الاقتصادية الاجتماعية الفلسطينية بمبادرات تطويرية في عالم الثقافة، الفن، المرأة، مساعدة المرأة أيضا والمشاريع الصغيرة، النهوض بقادة مجتمع فلسطينيين جدد. واستكمالا لهذه المسيرة، اليوم يرعى بنك فلسطين حصريا هذه الجائزة للسنة الثالثة، جائزة إسماعيل شموت للفن التشكيلي، مشكورين. بتشرفنا سيد سليم الهودلي مدير فرع بيت لحم لبنك فلسطين ومدير دائرة المغتربين في كلمة بهذه المناسبة.
مساء الخير سيدات والسادة الحضور الكريم. بصراحة حابب أحكي عن تجربة شخصية وتجربة من إحدى تجارب البنك في موضوع الفن والفنون اللي خلينا أقول قالت بينا إحنا كبنك فلسطين أنه نيجي ونشارك ونرعى هيك حدث. قبل تقريبا 7-8 سنين للدكتور نهى خوري للي بيعرفها جيت لزيارة نشوف زيارة تعاون زيارة تعارف زيارة كيف ممكن نعزز العلاقات مع بعض كبنك فلسطين وكلية دار الكلمة. فشرحت عن الفن وقالت لي كيف الفنون وقديش إيش اللي عم تعمله دار الكلمة بي مع الطلاب والشباب من ناحية الفن. أنا شخصيا ما كنت كثير يعني بعرف في موضوع الفنون وقديش مهم أو قديش تاريخنا إحنا حتى كفلسطينية بموضوع الفن. فقعدنا نحكي كثير طال الحكي وقالت لي إحنا عمان هلأ نسوي ببرنامج إنه ندعم الشباب الصغار اللي يطلعوا ياخدوا كورسات برا كان بالأردن يرسموا يعملوا أعمال فنية. وجدت بعض الأعمال فمزبوط يعني صار في فضول أكتر إني أعرف أكتر وأكتر. طبعا توصلت مع إدارتي وقالوا ليش لا خلينا ندعم هذا البرنامج. فصار في دعم طلع وفد من شباب من طلاب كلية دار الكلمة للأردن رجعوا بأعمال كانت أعمال كتير حلوة. وفي نفس الوقت الدكتور متري بالتعاون مع أحد الشباب الباحثين ومقتني الأعمال سيد أستاذ جورج الأعمى عملوا إيفنت كذلك الأمر هنا بكلية دار الكلمة عن الفنان القدير كذلك الأمر جبرة إبراهيم جبرة. فتعرفت أكثر على جورج ودكتور ودخلت صار عندي فضول أكبر وأكبر إحنا وصار عندنا فضول إحنا كبنك أكثر نعرف إيش في مجال إنه نطور وندعم أكثر الفن الفلسطيني ونستكشف أكثر الفن الفلسطيني. فمن خلال هاي العلاقة من خلال هذا التواصل اللي صار قدرنا نتعرف أو خلينا نقول نكون أو ننشئ أول معرض فني متحفي في فلسطين في 2013 في مبنى فرع بيت لحم للبنك اللي كان وقتها بيحكي عن 400 سنة من فن فلسطيني. وأتوقع أنا كنت واحد من الناس اللي كتير من المجتمع ما بيعرف إنه هالقد كان عندنا فن هالقد خلينا نقول تراثنا أو عراقتنا بالفن الفلسطيني وقديش بتحكي عن قضيتنا وقديش بتحكي عن مستوى الحياة في وقتها. فعملنا هذا المعرض والدكتور من الناس اللي كتير بتدعم إنه يجي وفود خارجية أجنبية وفود سياسية اللي يجوا كذلك الأمر يزوروا هذا المعرض ويعرفوا إيش كان لأي مرحلة كان الفن الفلسطيني موجود قديه عريق قديه قدير قديه فظيع. فبشرفنا طبعا إنه إحنا هلأ كبنك فلسطين عملنا صرنا مجمعين أكثر من 250 عمل فني فلسطيني. وطبعا من أحد أهم الأعمال اللي هي للفنان الراحل إسماعيل شموط لوحة وداع 1967 من مجموعة البنك ومعروضة في البنك كذلك الأمر. وكان لنا الدور خلينا نقول كان لنا من مسؤولية البنك الاجتماعية من 1960 البنك بخصص 6% لدعم المشاريع المسؤولية الاجتماعية. فكان لنا الشرف إنه ندعم السنة الماضية جائزة الفنان القدير إسماعيل شموط وهاي السنة طبعا السنة الجاي أكيد راح نكون داعمين للجائزة. وبتوقع أنه كتير غير من منحنى أو التفكير للفن الفلسطيني دخول تعاون مؤسسة كدار الكلمة مع بنك فلسطين حتى لننهض بالفن الفلسطيني لنعطي أهمية أكبر للفن الفلسطيني بالذات مع كل هالضغط الإعلامي أو الإهمال الإعلامي اللي عم بيصير من الغرب تجاه الفن أو تجاه فلسطين. فشكرا دار الكلمة شكرا دكتور يزيد شكرا لكم وإلنا الشرف كذلك الأمر إنه نكون الداعم لجائزة إسماعيل شموط ويعطيكم العافية. نشكرك جزيل الشكر سيد سليم الهودلي مدير فرع بنك فلسطين في بيت لحم ورئيس أيضا
المغتربين قسم المغتربين في البنك. لوحة أخيرة لمسرح ديار الراقص، لنطيل عليكم أكثر، شباب والصبايا متحمسين، خلينا نحمسهم بزقفة. إذن نشكر مسرح ديار مرة جديدة، وكانت هذه اللوحة القصيرة بعنوان انتفاضة، طبعا لها امتداد طويل ولكن بحكم الوقت اختصروها لهذا المقطع الجميل. إذن حان الآن موعد إعلان أسماء العشرة أو الأحد عشر مشترك اللي وصلوا المرحلة الأخيرة مع إعلان الفائزين، ولكن قبل ذلك طبعا الشكر، كل الشكر للقسيس الدكتور متري الراهب الذي أصبح هذا الصوت الفلسطيني الصادح الذي يقف أمام جماهير تتعدى الآلاف في أكثر من 30 إلى 40 دولة حول العالم، يتحدث عن فلسطين، عن جمالية قصتها لا يندب حظها عادة، يؤمن بالمقاومة المبدعة التي بوسعها أن تنقل صوتنا لمنابر دولية، لا يغفل عن أنين هذا الوطن، ولكن يؤمن بأنه لا ضعف فينا، لا ضعف في الإنسان، هو ضعف في الواقع المؤقت، لأننا إذا آمنا بقدرتنا على بناء مستقبل أفضل سنبنيه بأيدينا، فهو يأخذ مبادرة تلو الأخرى ليقود هذا البناء، يبني في وقت ساد فيه الهدم ويخلق في وقت ساد فيه القتل، وينطلق من إيمانه برسالة بأننا نستحق ليس فقط الحياة بل حياة أفضل. دائما يقول لنا رسالة في هذا الوطن، لن نهاجر أسيس. إذن هو من جعل من هذا الصرح حاضنة لإثراء الحياة الفكرية والثقافية في فلسطين. رأيتم النتاج الشبابي الجميل، الجيل الأفضل، وهذه بشائر الحياة الأفضل على هذه الأرض. صرح استثمر فيه في الحجر والبشر بعمله الدؤوب، أصبحنا اليوم مدينة على جبل بإنجازات كبيرة عظيمة بهدف التطور وزيادة الوعي، التسامح، الاحترام لثقافات وفكر ومعتقدات الآخرين.
يعمل لتبقى الرواية الفلسطينية نابضة بالحياة كما هي رؤيته. شكراً لقيادتك القس الدكتور متري الراهب. رحبوا معي برئيس كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة على مسرحه. مساء الخير جميعاً. بدي أطلب من الدكتور يزيد، سيد سليم، أخت فاتن يتفضلوا كمان معي. طيب مرحبا من جديد. رح أنادي على أسماء اللي تأهلوا للمرحلة الـ11 كمان بالترتيب الأحرف الأبجدية للإسم الأول: أيمن جميل رواجبي، عريج إدوارد لاون، دينا محمد مطر للأسف بغزة، مبروك. لا لا. سكينة فارس صلاح الدين، سمية رياض الأقرع للأسف بغزة، عبد الإله محمود دراغمة، مبروك، عصام محمد مخيمر فناننا بغزة، علاء محمد البابا، فؤاد صلاح اليماني، نور إبراهيم أبو ريان، ولا عاطف جبران، ها قد وصلنا الآن إلى نهائيات مسابقة إسماعيل شموط للفن التشكيلي. أمامكم 11 كوكباً ناقصين 3 للأسف من غزة، 11 كوكباً لامعاً تتألق اليوم في سماء فلسطين. أمامكم 11 فناناً يافعاً رسم بريشته ألوان قوس قزح زاهية احتفاء بالحياة. وها نحن قد أضحينا على قاب قوسين أو أدنى من إعلان النتائج. أمامكم 11 فلسطينيا جمعوا بين نابلس ورام الله، بين القدس وبيت لحم، بين حلحول والناصرة وغزة في وحدة واحدة لا تقبل القسمة على اثنين. بل وهنا يجتمع الشتات الفلسطيني بالداخل العربي ليشكلوا مع غزة والضفة هوية واحدة جامعة
لم تستطع لا النكبة ولا النكسة أن تنال منها. أجل وحد الفن ما فشلت السياسة في جمعه. وإسماعيل شموط يمارس اليوم حق العودة والتي فشل السياسيون من حتى هذه اللحظة في تحقيقها. وها هو جيل جديد من الفلسطينيين يمتشقون الريشة مؤذنين بربيع فلسطيني وسط شتاء عربي قارس، ومبشرين بثقافة الحياة في وسط عالم استسلم لثقافة الموت، قائلين أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. لقد آمنت كلية دار الكلمة الجامعية ومنذ تأسيسها قبل عقد ونيف أن مستقبل فلسطين إنما يكمن في اكتشاف المواهب وصقلها والاستثمار في تطوير الطبقة المبدعة من أبنائها وفي خلق مساحات للإبداع والتحليق حيث لا حدود للحرية إلا الأفق الواسع. ويسرنا أن أعلن عن فتح التسجيل لثلاث برامج بكالوريا جديدة ابتداء من هذا الخريف، وهذه البرامج هي بكالوريوس فنون إدائية في تخصصات الموسيقى والمسرح. هاي السنة بنتأمل وعد اللي غنت قبل قليل إنه تشارك في مسابقة فويس. بكالوريوس في التصميم الداخلي وهو أول تخصص من نوعه في فلسطين يجمع بين الهندسة والفن. اليوم كل الشباب الصغير العائلات الشابة بهمها يكون بيتها تصميمه الداخلي مريح وعصري وفي نفس الوقت له طابع فلسطيني، فهذا الجيل الجديد اللي راح يصمم هاي البيوت من الداخل، بالإضافة إلى بكالوريوس في السياحة الثقافية المستدامة وهو البكالوريوس الأول من نوعه على مستوى فلسطين في موضوع السياحة، لأنه فلسطين فيش عندها نفط ولكن عندها سياحة. وإذ نعلن عن المسابقات، مسابقة إسماعيل شموط للفن التشكيلي ومسابقة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي، إنما لنخلق منصة ينطلق الفنانون منها إلى العالم الواسع. لذلك من هذه المنصة قبل ما نعلن عن الأسماء أيضا تحية ليعقوب شاهين اللي فاز في مسابقة محبوب العرب في هذا الأسبوع. وقدر عن طريق الصوت أنه ينقل فلسطين إلى العالم العربي وإلى العالم الخارجي. ما هي إلا لحيظات، وسنعلن أسماء الفائزين في هذه المسابقة. طبعاً كل قلبكم عماله بدق أكثر أنا بعرف. مسابقة إسماعيل شموط للفن التشكيلي. ولكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر إلى الداعم الرئيسي لهذا الحفل بنك فلسطين. زقفة كبيرة. والذي لم يبخل يوماً على الفن أو الفنانين. وبنتأمل أنه بنك فلسطين يشتري في معرض كريستي لوحة إسماعيل شموط، على فكرة طولها 6 متر في متر، لوحة مميزة فيش زيها كتير بالعالم. والشكر موصول للدكتور يزيد شموط لحضوره هذا الحفل السنة تلو الأخرى. لقد كان سرورنا عظيما عندما استضفنا الوالدة تمام الأكحل بيننا في شهر تشرين الثاني، ولكن للأسف حال الاحتلال من دخولها إلى وطنها. ولكن نوجه لها تحية عبر فضائية معا وعبر تلفزيون فلسطين بالبث المباشر. لك منا كل التحية أخت تمام. الشكر والتقدير للعائلة التي تبرعت هذه السنة بقيمة الجوائز الثلاث: الجائزة الأولى $2,000، الجائزة الثانية $1,600، الجائزة الثالثة $1,400، يعني $5,000 بالمجمل. تحية خاصة أيضا للمتسابقين من غزة والذي حال الاحتلال دون حضورهم هذا الحفل. أكبر زقفة لشبابنا في غزة. يعني لما بفكر إنه غزة محاصرة
من البحر ومن الجو ومن البر، ولكن 20% من المتسابقين كانوا من غزة، من يعني من وسط الركام يخرج إبداع، فلهم منا كل التحية. الشكر للجنة التحكيم والتي لم تبخل علينا وقتا وفكرا وتحليلا. وإن أنسى فلن أنسى زميلتي فاتن نسطاس، مع أنه كانت في مرحلة في إجازة الأمومة والطفولة، إلا أنه لم تبخل علينا بالوقت. تمارا مصلح التي ربطت الليل بالنهار كي نكون على الهواء مباشرة. إنجي سابع عريفة الحفل والتي أصبحت أيضا فيلسوفة في هذه الليلة. جورج السعدي وجميع طاقم كلية دار الكلمة الجامعية. طبعا طلبتنا في قسم الموسيقى الذين لم يبخلوا علينا يوما لا بالصوت ولا بالإيقاع. قسم الأفلام، أنا مبسوط أنه طلابنا من الأفلام طالباتنا أنه على وراء كل كاميرا عظيمة امرأة. أوكي. وطبعا الشكر لمسرح ديار الراقص. والآن أتت الساعة لنعلن أسماء الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى، مع العلم أن كل الواقفين على المنصة هم من المميزين. سأطلب من فاتن متواسي أن تعلن الأسماء، وبدي أطلب من اللي أسماءهم تطلع يتفضلوا لقدام، يتقدموا هيك أبو متر لقدام، راح إحنا نرافقهم. وبدي أطلب من المتسابقين الباقيين إذا بوقفوا ناس على الجنب من هون وناس على الجنب من هناك، صورة جماعية للكل في الوسط المسابقين الثلاثة. ولكن إحنا بنعتبركم كلكم مميزين وكلكم في عندكم مستقبل باهر. إذن مع الموسيقى اللي تشبه دقات قلب الإنسان المتسارعة، نبدأ بالمرتبة الثالثة. حصلت على المرتبة الثالثة الفنانة نور إبراهيم أبو ريان. المرتبة الثانية فحصل عليها الفنان الشاب عصام محمد مخيمر من غزة. إن شاء الله أكيد رح توصلوا الجائزة عبر البريد. المرتبة الأولى كانت من نصيب الفنانة سكينة فارس صلاح الدين. للصورة الجماعية، ثلاث فائزين لو سمحتوا مع بقية المشتركين. طبعا بنشكر موثق الحفلة رامي رشماوي سولو فوتوغرافي، شكرا كثير لك، احلى تصوير واحلى عين مصورة.
مشاركاتكم عزيزة علينا، وبهمنا أنه كان مشاركات من غزة وفائز من غزة. نشكر كل اللي شاركوا معنا اليوم، مشاهدين عبر فضائية معا، عبر فلسطين مباشر، عبر قناة مساواة الفضائية. أكيد راديو بلدنا كان في بث مباشر، جريدة القدس والأيام. شكرا للجميع، وندعوكم للمزاد العلني الصامت وحفل الاستقبال. يعطيكم العافية.